السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو اخر توضيحي من امام لا غار دي نور. الانطلاقة ديالنا ان شاء الله غادي تبدا من لا غار دي نور باش نوضحوا للاخوة الكرام يعني بعض الاشياء اللي كتعلق بالغربة والمغتربين. والموضوع ديال اليوم هو التعرف على الجمعيات ولا المنظمات الإنسانية اللي كتساعد المهاجرين ولا العابرين ولا النازحين ولا اللاجئين إلى ما ذلك، خصوص ديار بلجيكيا ومن مدينة بروكسل. إذن هذه المحطة اللي كتشوفوا فيها هي الانطلاقة ديالنا، وبالضبط المكان يعني بالضبط ديال الإكسكي قدام هذا المحل. هذا المحل بالضبط كاينين هنا، كاين حافلات يعني ديال وسائل النقل اللي كيمروا على واحد المنطقه اللي غادي نمشيو لها اللي موجود فيها المنظمات، يعني نشوف رقم 14 رقم 20 ورقم 88، هادو كلهم تيمشيو في ذاك الاتجاه تحسب بربعه ديال المحطات وكتنزل. المهم ان شاء الله ملي غادي نوصلوا تما عاد باش غنوضحوا لكم بالضبط. هاد الفيديوهات كنديروهم في سبيل الله تحت عنوان وريه ويل عمى لا تخليه ولد بلادي ونغير عليه، بمعنى اننا كنقدموا الكثير من المعلومات اللي كتخص الغربه والمغتربين، بعض النصائح اللي كنوجهوها للشباب المبتدئين في الغربه اللي الله يلتحقوا بنا واللي الله غيلتحقوا ولا من بعد اللي غادي يلتحقوا بنا، او للناس اللي التحقوا قبل ولكن للاسف ما كيعرفوش الكثير من الاشياء، لان صعيب انك تعرف كل شيء الا اذا كنت محتك بالدومين وعندك مع الغربه مزيان. وعدو بلا ما قلت انا واحد الانسان اللي تحتكيت بالغربه مزيان وعارف الخبايا ديالها وعارف الظروف ديالها القاسيه. داكشي علاش انا يعني كضربني النفس على المجتمع ديالي، يعني الكوميونيتي اللي كنسمي لها ديال المسلمين عامه ديال العرب ديال المغاربه او المغاربيون خاصه، بمعنى يعني كنبغي نقدم يعني النصائح ولا الارشادات ولا التوجيهات اللي كيستافدوا منها الشباب اللي الله يجي. وانا عارفين بان هاد الشباب يعني كاين منهم اللي قاصرين، كاين منهم اللي كيتجاوز العمر يعني في عمر الظهور مثلا 20 سنه 19 سنه 20 سنه وما اقل ايضا وما فوق. كاينين حتى الشيوخ والعجائز، كاينين حتى الناس اللي ما عندهمش خبره في الحياه، شباب الى ما ذلك، كبارين في الاج الى ما ذلك. المهم الفيديو هذا هو موجه خصيصا لهاد الناس هادو اللي محتكين بالغربه ولا اللي باغيين يجيو يتغربوا عندنا، مرحبا بكم. وايضا موجه حتى للجمعيات اللي كتسهر على يعني المشاكل ديال المغتربين، سبتوا اللي ما عندهمش الاوراق اللي سوف فيه ولا اللاجئين عامه، حيث انهم كيمروا بظروف قاسيه جدا جدا جدا، ما عندهمش في بعض الاحيان ما عندهمش مأوى، ما عندهمش معكن فلوس باش يشريو الماكله باش يشربوا باش ينعسوا باش يكريو في لوطيل باش الى ما ذلك. تو سامبلومون ولا ببساطه ما عندهم والو، لا فلوس ما عندهم، لا اوراق لا خدمه لا فلوس لا حتى شي حاجه. بيان سور كاين الله وكاين المحسنين وكاينين الجمعيات. دابا كنت واجد في واحد المنطقه اللي سميتها بارك ماكسيميليان، حديقه ماكسيميليان. هذه الحديقه هذه غالبا هي اللي كيتجمعوا فيها هاد الناس هذو، هاد المهاجرين هاد اللاجئين هاد الناس اللي باغيين يعبروا، باغيين يبقاو ما بغاوش يبقاو اصلا في بلجيكا غير دايزين باش يمشيو للانجليز ولا باش يمشيو لدول اخرى، كيجيو كيتجمعوا هنايا. علاش هنايا بالضبط؟ لان هنا فين كيجيو المنظمات، منظمات مثلا كمنظمات الصليب الاحمر مثلا، اطباء العالم وجمعيات ومنظمات اخرى الى ما ذلك، كيجيو هنا كيلقاو العديد ولا الكثير من المهاجرين اللي مخصوصين وخاصهم المساعده وخاصهم يد العون الى ما ذلك، منهم من افارقه خصوصا ومن مغاربيون عامه وعرب كيجيو من دول شمال افريقيا ومن اليمن ومن سوريا ومن فلسطين، دول كثيره جدا جدا جدا، يعني من دول يعني اللي فيها مشاكل وفيها حروب وفيها يعني فيها ظلم للانسانيه عامه. فكيف كتشوفوا غير باش تعرفوا على هذا المكان، الناس اللي ما كيعرفوش هذا المكان هذا باش الا شافوا في الفيديو يعرفوا هذا المكان فين بالضبط. هنا فين كانت المكتب ديال الهجره، كنشوفوا بان ما كاينش بزاف ديال الناس اليوم يعني في لي زالونتور ديال هذا المكان هذا. ف يعني كاينين مخبين صراحه، لان البرد دابا والثلج الشتا، هاد الناس هادو يعني ملي كيكون الجو زوين الى ما ذلك كيجيو لهاد الحديقه هذه كيبقاو هنايا باش يجيو يتعرفوا عليهم الجمعيات وكذا الى ما ذلك، باش انهم يعاونوهم ويسهلوا لهم يعني اللي باغي يدير اللجوء، تعرف القانون
اللي عنده شي مرض كيوجهوه للسبيطارات، كيوجهوه للعيادات، اطباء بلا حدود، اطباء العالم الى ذلك، ولا المنظمات. دابا حنا كنتواجدوا في هذا البارك ماكسيميليان اللي ما بعيدش على لا غار دي نور، وفي نفس الوقت ما بعيدش على المكان ديال سميتو، يعني الاسم ديالو هو توغان تاكسي. توغان تاكسي معروف هذا المكان تما فين كاينين المنظمات، غالبيه ديال المنظمات، ومن بينهم المنظمه ديال الهوب هيومانيتير اللي كنشتغل فيها انا كمترجم. وعلاش انا يا محتك بهذا المجال وكنعرف المعاناه ديال الناس، ديال الشباب اللي كيجيو من ضياع من اراض، من بلدان فيها القهر وفيها الهشاشه وفيها يعني بزاف ديال المشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه الى ما ذلك، والاحتكاك ديالي بهاد الناس من خلال الترجمه اللي كنترجم عليهم عند اطباء النفس وعند يعني المحامون وعند اطباء وعند بزاف ديال يعني في بزاف ديال الاماكن كنترجم، فكنعرف المعاناه ديال هاد الناس. كيف ما كتشوفوا يعني كاين مشاكل كثيره 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 كيعانيو منها هاد الناس، وملي كنترجم عليهم انا في طبيعه الحال كنتاثر هاد المشاكل هادو، وكنتمنى كون كانت عندي لا باغيت ماجيك، يعني كون كانت عندي العصا السحريه ونحل المشاكل ديال هاد الشباب هادو بطريقه او اخرى، ولكن للاسف ماشي في الاستطاعه ديالي. فالمشاكل اللي كيعانيو منها هاد الناس، وكاين سبحان الله العظيم ما عرفش هاد المشاكل راه كاينه. انا بدوري انا قبل ما كنتش كنعرف هاد المشاكل هادو، ولكن الاحتكاك ديالي بهذا المجال ديال الترجمه بديت كنتعرف على، وكنقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال، يعني الحمد لله على اي حاجه ممكن تصاب الانسان. بدوري انا مادام انا عندي المشاكل، ولكن صراحه ما عنديش مشاكل ديال هاد الناس هادو، ف كتعجب وداك الشيء علاش كتقول الحمد لله الحمد لله، كتحاول انت تقدم يد المساعده. كيف ما قلنا كاين بزاف ديال البلايص كيسموا حنا بالدارجه كنسموهم الخشاش، ولا الاماكن اللي كيتخباو فيهم على البرد على الشتاء على داك الشيء، كاين عصو تحت منا الى ما ذلك في هذه المنطقه هذه الشاسعه. فغير باش تتعرفوا على المنطقه، باش لعل وعسى شي واحد في الفيديو يشوف الفيديو ويعرف المكان يجي تكون سهل عليه، يعني اذا كان باغي يستفد يكون سهل عليه من خلال الفيديو الى ما ذلك. فكيف ما قلت لكم المشاكل ديال هاد الناس هادو متعدده ولا تحصى. كاين من الناس اللي عندهم امراض نفسيه كيتعطاو العقاقير دويه الى ما ذلك بسيكياتري، كاين من الناس اللي عندهم امراض مزمنه السكري الضغط كثير من الامراض، كاين من الناس اللي عندهم اللي كانوا جاو صحاح، ولكن من خلال هذاك الباركور اللي مروا به ولا هذاك الطريق اللي ضربوه، وانتم كاملين عارفين وانا مازال غادي نتكلم لكم على الباركور اللي كيضربوه باش كيوصلوا لاوروبا، راه شي حاجه انكرويابل، شي حاجه ما تصدقهاش. قصص كثيره محزنه، الناس شنو خلاو ورا ظهورهم في البلدان ديالهم، مشاكل اللي ممكن طاح على الجبال وتريبوا، فهمتي، تهدم الجبال، ومع ذلك الناس كيكونوا مازال الحمد لله وشكروه وصابرين على الحال ديالهم. حنا دائما كنبقي غير في الكارتي ما بين لاكار دي نور منين بدينا هاد المنظمات، فين غادي انا وفين تما غادي نخدم ان شاء الله. راه ما كاينش 11 دقائق، يعني مازال حنا هانتم الناس اللي مازال غادي يشوفوا الفيديو ديالنا ويبداو يستافدوا من هاد المنظمات، ولكن نقول لكم بلاد خاص يعني باش تعرف فين غادي، فهمتي، يعني انت ملي كتكون في لاكار دي نور من ديك البلاصه اللي بدينا وتكون واقف بحال هكا دائما كتوجه في الطريق، يعني في اتجاه ديال مثلا الساعه الثانيه جوج كتوجه هاك بينا شويه تميل وتوجه باش يلاه تخرج هاد المنظمه اللي حنا غادي لها. هاد المنظمه اللي غادي لها حنايا تما فين كيعطيو الماكله يوميا، تما فين كيستقبلوا الناس باش يشوفوا المشاكل ديالهم، لا من الناحيه الصحيه لا من الناحيه ديال القانون والاجراءات الى ما ذلك، اللي عنده مشاكل قانونيه او يقدم اللجوء ما عارفش كيفاش، كثير من المعلومات اللي ممكن تكون كيعطيو الملابس ايضا، كيعطيو التليفون باش تعيط لوالديك، كاين الناس اللي تكون قاطعه الصله ديالهم بوالديهم، يكفي فقط انك تجيب النمره ديالهم ويعطيوك التليفون باش تعيط يوميا. كاين منظمات اخرى كتعلق بالنساء، النساء اللي اكثر عرضه للضياع وداك الشيء في اوروبا، كاينين واحد المنظمات فقط مختصين غير بالنساء، مثلا كالسيستر هاوس اللي كيديروا لهم الوجبه وكيقدموا لهم المساعدات وكذا الى ما ذلك. كاين اس او اس جون، يعني المنظمه كتترعى خير بالقاصرين كما كتشوفوا، حنا راه من باقي كنا بهذه المواضيع، ها انتم ان
نتمنى ان الصوت يكون واضح. هنا دابا غادي نوصلوا لهاد واحد لاك هنايا كندوزو على القنطرة، غادي نوريكم بعض لي تخاص باش الا كنتي جاي تعرف فين انت وفين غادي. قدامنا كاين واحد القنطرة، كاين قدامها واحد راس ديال تران ديال قطار، المهم باش تعرف راسك فين غادي. وكاين واحد المباني تمايا، ها انتما واحد المباني تما في الاتجاه ديالنا فين غادي حنا. ساهل كيف ما قلت لكم، كاين الناس كيعانيو من المشاكل، خلاو مشاكل وراهم، خلاو العائلات ديالهم، خلاو الابناء ديالهم، خلاو الامهات والاباء ديالهم مرضى في حاله حرب، حاله هشاشه، الى مشاكل. ولكن كنقول لك الطرق ديال المهاجرين عامه الطرق ما سهلاش. المهم ملي كتوصل كتشوف القنطره، كنشوفو دائما حنا باقي كنوريوكم لي تخاص، كنوريوكم لي تخاص ديال فين تكون جاي. نتمنى ان يعني الدارجه ديالي تكون واضحه حتى للناس، حتى للناس اللي من دول اخرى، بحكم انني مترجم عارف ان الناس الاخرين كيفهموا الدارجه ديالي، الدارجه المغربيه. كنحاول انها تكون قريبه للفصحى شيئا ما. ملي كتفوت القنطره كتلقى واحد بومبا ديال ليسونس، بومبا ديال ليسونس محطه الوقود، وكتدور على يدك اليمين وكتمشي واحد جوج دقائق من الجهه الاخرى اللي بالهيه كتلقى المنظمه. هذا هو توغان تاكسي، توغان تاكسي، حتى الا تلفت كتسول على توغان تاكسي وكتمشي طوال. فكيف ما قلت لكم الاخوان، المعاناه ديال هاد الشباب، وهذا ميساج غادي نوصلو للناس اللي دبروا على ريوسهم، الناس اللي ساعدهم الله عز وجل ويسر لهم امورهم منذ ان كانوا صغار، لقاو تربيه، لقاو رعايه، لقاو شويه الفلوس، لقاو شويه الامكانيات، الى ما ذلك قراو وعاو، الى ما ذلك وصلوا وتغربوا وداروا، داروا فلوس، داروا امكانيات، الى ما ذلك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الله اللي يرعاك. جميع الامكانيات اللي توفرت لك الله عز وجل هو اللي رزقك، وهو اللي عطاك والدين، وهو اللي عطاك قرايه، وهو اللي عطاك الوقت، وهو اللي عطاك اي مجال انت بدعتي فيه ولا تفوقتي فيه. فلهذا خصك ترد، يجب عليك ان تقرض الله قرضا حسنا. والقرض الحسن راه ماشي بالضروره دائما تعطي الفلوس ولا راه ابتسامه في وجهك لاخيك صدقه. وايضا يعني نصيحه معلومه تقدمها راه هذه صدقه. دابا وصلنا لواحد، انا ما بغيتش نقرا باش ما يكونش شي احراج، وصلنا لواحد المنظمه ديال الصليب الاحمر، راهو هما الناس ورايا شادين الصف تما فين كيتغداو. دابا الوقيته اللي كنبدا فيها الخدمه هي الوحده، هذه هي الوقيته اللي تجي تاكل فيها. الحمد لله على كل حال، البرد جاي، الثلج جاي، بنادم يحتاج غوبا سخونه، ماكله، الى ما ذلك. فضروري اخويا الا كنتي محتاج ما تحشمش وجي، جي تاكل هنايا الى ما ذلك. كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتشوفوا معنا منظمه ديال الصليب الاحمر كتقدم مساعدات للناس، رمض الناس ديال الصف باش ياخذوا الغوطة ديال اليوم. نتمناو انهم يلقاو داكشي اللي بغاو. كيف ما قلت لكم اخوتي، حتى هاد المنظمة اللي انا اللي كيعطيو المثلى، راهم كيبان لك الناس كيغسلوا كيعقموا يديهم الى ما ذلك باش ياخذوا الغوطة ديالهم. حتى هاد المنظمة هادي ديال، كيف ما قلت لكم، لي بيس راهم كيجيو، كيجي حتى لهنا لي زافي ديال البيس. المهم حدا هاد المنظمة، حدا هاد المكان ديال الصليب الأحمر، كاين المنظمة ديال الهاب هيومانيتير اللي فيها تقدر تاخذ ملابس، هانتوما كتشوفو الناس من ورايا، دونك كتاخذ ملابس، كتعيط في التليفون، كتلقى الطبيب، كتلقى الدواء، كتلقى المعلومات كيتعلقوا باللجوء، بالتجمع العائلي، شي حاجة هكا. مهم كتلقى شي حاجة اللي تبدا باش تبدا تنجح الغربة ديالك، واخا ما عندك والو، فهمتي؟ شي إمكانيات بسيطة. المهم حنا بدورنا، حنا المترجمين كنكونوا هنايا، يعني كنترجموا على الناس. المنظمة راه هي هذيك اللي ورايا، أنا باش ما يكونش شي إحراج، باش ما تقلقش لي المشكل في الخدمة ديالي، صحابي كنصور هذا الشيء، المهم هذا عندي الحق لأنني على برا، ولكن نحاول أنني من